نتيجه الثانويه العامه ازاي تقدم لكليه الشرطه، صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. خطوات التقديم لكليه الشرطه مبدئيا لازم تكون عارف ان كليه الشرطه هتاخد السنه دي من 65%، واللي قدامك ده رابط الموقع الالكتروني اللي هتخش فيه وتقدم فيه عشان تبدا تخش اختبارات كليه الشرطه، وده طبعا بعد ما تسجل كل بياناتك الاساسيه في هذا الموقع. طب امتى يبدا التقديم وامتى ينتهي التقديم؟ اللي حصل على الثانوية العامة السنة اللي فاتت بدأ التقديم من يوم 1 أغسطس وهيستمر لحد يوم 18 أغسطس، أما اللي لسه واخدين الثانوية العامة السنة دي فالتقديم هيبدأ من 4 أغسطس وحتى 31 أغسطس، يعني نهاية الشهر ده. أما حملة الكليات اللي هم معاهم كليات وعاوزين يخشوا الشرطة فبيبدأ من يوم 1 أغسطس لحد 18 أغسطس، ولهم لينك خاص بيهم أهو قدامكم اللي عاوز ياخده واللي عاوز يعرفه أكتر يبعت لي على الانستجرام. الفيديو الجاي بقى هنتكلم عن شروط القبول بكلية الشرطة، لو مستنيينه اعملوا لايك وفولو وكومنتات.